ينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية. سيادة السفير أحييك على الجزيرة مباشر، وبالطبع أبدأ معك من ما تبعناه بالأمس فيما يخص القمة العربية الإسلامية بالرياض، وما رشح عن هذه القمة من قرارات، تقييمكم لقرارات القمة العربية، وهل كانت تسير أو يعني على الأقل تتماشى مع هذا الذي نراه بعد 37 يوما من الاعتداءات والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أم دون ذلك؟ أهلا وسهلا بكم. حقيقة ما نشهده الآن من استمرار الإبادة الجماعية، وما نشهده الآن من حرب مفتوحة على مستشفيات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يجعلني مضطرا للإجابة على سؤالك بأنه الاجتماع القمة العربية لم يكن على مستوى الحدث الذي يجري اليوم في قطاع غزة. هناك فجوتين في موضوع القمة العربية. الفجوة الأولى هي بين المطالبات والإجراءات، يعني كان في قرار جامعة الدول العربية، أو بالأحرى خليني أعدل، هو اجتماع قمة عربية مشتركة مع منظمة التعاون الإسلامي، 57 دولة عربية وإسلامية موجودة. كان هناك فجوة بين المطالبات، كان هناك الكثير من المطالبات لمجلس الأمن ولآليات العدالة الدولية ولمجلس حقوق الإنسان ولأطراف الواقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لأخذ دورهم، ولكن كان هناك القليل من الإجراءات التي نحن كنا نتوقع بأنه الدول العربية والإسلامية مجتمعة لديها ما يمكن أن تقوم به أكثر من مجرد المطالبات. كان هناك فقرة واضحة تتحدث عن كسر الحصار على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل من المساعدات الإغاثية والإنسانية بمساعدة 57 دولة عربية وإسلامية وبمساعدة المنظمات الدولية المعنية. وكان هناك أيضا فقرة تتعلق بموضوع القانوني وإنشاء وحدة في جامعة الدول العربية قانونية ووحدة أخرى في منظمة التعاون الإسلامي لرصد الجرائم التي تقوم بها إسرائيل وتوثيقها، بالأحرى ليس رصدها ولكن توثيقها، تمهيدا لعمل مرافعات قانونية لمساءلة هذا الاحتلال الإسرائيلي المجرم عن جرائم الإبادة الجماعية. الأمر الإيجابي بالموضوع أنه كان هناك قمة بيّنت أنها تعرف تماماً وتعي تماماً 57 دولة، قادة 57 دولة أتوا إلى الرياض واجتمعوا على مستوى القمة واعترفوا جميعاً بأنهم يعلمون تماماً ما يجري الآن من إبادة جماعية في قطاع غزة. وكان هناك خطابات استمعنا لها بعناية بأنه هذا العدوان وهذه الجرائم يجب أن تتوقف، يجب أن تحاسب عليها إسرائيل، وكان هناك عهد للعزم أن يتم فك هذا الحصار. نحن ننتظر، أو بالأحرى خليني أقول لك، الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة ينتظر أن تتلائم الأقوال مع الأفعال، ينتظر أولاً أن يتم بالفعل تنفيذ الفقرة الثالثة من هذا القرار باتجاه كسر الحصار وفرض، كما نص القرار بالضبط، فرض إدخال قوافل إغاثة إنسانية. ونحن نتحدث اليوم عن كسر للحصار المفروض أن يتم براً وبحراً وجواً، يعني ليس بوسيلة ما واحدة. حتى هذه اللحظة سيادة السفير، يعني مر ما يقرب من 24 ساعة ولم يحدث. هذه الأقوال ترقى إلى إرادات، وتلك الإرادات ترقى إلى أفعال. نحن نعرف تماماً بأن هناك دول عربية ودول إسلامية تريد أن تفعل شيء ولكنها لا تستطيع أن تفعل هذا الشيء، ولكننا أيضا نعلم أن هناك دول عربية تريد، ربما تستطيع، ولكن نسأل هل تريد؟ فنحن الآن في إطار البحث
عن الدول العربية التي تريد وتستطيع التزاما بقرار القمة العربية الإسلامية. وكأني أفهم منك سيادة السفير أن هناك دول عربية رغم أنها تستطيع أن تقدم شيء الآن لرفع ما يحدث أو لتخفيف ما يحدث على فلسطيني قطاع غزة، لكنها لا تريد. هل هذا صحيح؟ ما فهمته أنا صحيح؟ ليس بالضبط أخي العزيز، نحن نعلم تماما أن هناك دول عربية تستطيع أن تفعل شيء، خاصة بعد قرار من 57 دولة عربية وإسلامية. أولا دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار فوري وملزم بوقف العدوان الإسرائيلي، بوقف المجازر، بوقف استهداف المستشفيات الذي نشهده الآن. تحت هذا الغطاء السياسي الكبير ننتظر أن الدول التي تستطيع، وهناك نعم أنا أؤكد لك بأن هناك دول تستطيع، ولكن أنا لا أتحدث عن دول بمفردها، أنا أتحدث عن تضامن عربي إسلامي تحت هذه القمة يستطيع أن أولا يكسر الحصار، وهذا أقل شيء، وأنا أتحدث عن كسر الحصار بكل الأساليب والوسائل الممكنة برا وبحرا وجوا، لإدخال الوقود الذي اليوم يعتبر مسألة حياة أو موت، دخول الوقود يعني إلى سيادة غزة، السفير للحقيقة لأنه أنت ما مستشفيات تقوله الآن، الرأس أنا مش عارف التي حضرتك تخرج سامعني عن ولا لا، الخدمة أنا آسف واحدة للمقاطعة. تلو الأخرى نعم بشكل رئيسي تخرج عن الخدمة بسبب نفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء طيب واستشهاد الوفيات للأطفال الكدج وللجرحى الذين يمكن انقاذ حياتهم. نحن ننتظر ايضا هناك لجنه وزاريه تم تشكيلها من برئاسه المملكه العربيه السعوديه وعضويه ثلاثه دول عربيه، الاردن ومصر وفلسطين، وايضا ثلاثه دول من منظمه التعاون الاسلامي، تركيا واندونيسيا ونيجيريا. ننتظر ان تتحرك هذه اللجنه الوزاريه بسرعه وفي الحال، على قدر ما يجري الان من اباده جماعيه في قطاع غزه، ان تتحرك الى نيويورك، الى واشنطن، الى بروكسل، الى لندن، الى كل العواصم المؤثره في هذا العالم بسبب بسيط وبرساله بسيطه، وهي حمل رساله القمه العربيه الاسلاميه التي دعت كل هذه الهيئات للعمل فورا من اجل طيب وقف سيادة السفير، شلال الدم، يعني من هل اجل تسمعني؟ وقف أنا آسف هذه للمقاطعة سيادة السفير، يبدو أن سيادة السفير لا يسمعني، ف يعني لو كنت تسمعني الآن سيادة السفير، أنا أتحدث عن فكرة الجميع مندهش، وأنا أقصد أتحدث هنا عن الشعوب وعن ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي في ردود أفعال على قرارات القمة العربية الإسلامية، حتى فكرة كسر الحصار لا أحد يتحرك حتى الآن، 24 ساعة مضت ولم يتحرك أحد لكسر الحصار على قطاع غزة وإدخال المساعدات، لماذا من وجهة نظرك لم يحدث هذا الأمر؟ نحن كدولة فلسطين أخي العزيز الذين دعونا لهذه القمة، والتي عقدت هذه القمة باستضافة مشكورة من المملكة العربية السعودية، واليوم اتخذ القرار، اليوم استمعنا إلى أنا أقول لك، يعتمد هذا القرار على من يقرأ. أنا متأكد من أنه عندما يقرأ الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة ربما يصاب بخيبة أمل، ولكن عندما يقرأ المجتمع الدولي يجد بأن هناك أولا تحمل مسؤولية من خلال 57 دولة عربية وإسلامية، وهناك أيضا مطالبات عاجلة يجب أن ترفع الآن من خلال هذه اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية أن تتحرك. أنا ربما لا يمكن أن نطلب أن يتم التحرك قبل 4 5 ساعات، ولكن ربما بعد 4 5 ساعات، لأنه كل ما دار في القمة، كل ما تم الحديث عنه في القمة هو مرفق بكلمة فوري، وهذه الفورية ضرورية جدا، لأنه نحن نعلم أنه كل 10 دقائق، ونحن نتحدث الآن
يسقط شهيد فلسطيني ويسقط طفل طيب فلسطيني سيادة السفير، ويسقط مستشفى فلسطيني ومدرسة تحتوي على آلاف النازحين وصحفي فلسطيني ومسعف فلسطيني ودفاع مدني فلسطيني. فإذا نعم، نحن نطالب اليوم أشقائنا العرب وأشقائنا المسلمين الذين استمعنا بإمعان إلى كلمات قوية طيب جدا، سيادة إلى السفير، مواقف عفوا قوية عفوا، جدا، يعني لدي إلى سؤال وأنا مظاهر يعني لا أريد أن أطيل عليك أكثر من ذلك، لكن إجمالا هذه القمة العربية الإسلامية انتظرناها كثيرا ولأيام طويلة، وعندما جاءت بدا من مخرجاتها النهائية أنها كانت محبطة. كلمة محبطة صحيحة هنا؟ وأنا هنا أتحدث إليك كفلسطيني، يعني دعنا نترك يعني الألقاب جانبا الآن، كفلسطيني هل تشعر بالإحباط من مخرجات القمة الإسلامية العربية ل 57 دولة؟ نعم أخي العزيز، أقول لك وقلت لك قبل ثواني، يعتمد من الذي يقرأ هذا القرار، من الذي يتابع هذا القرار. أولا، إذا قرأ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يتعرض لفرم لحمه اليوم، لهدم كل شيء فوق رأسه، لحتى المستشفيات التي يمكن أن تنقذ جرح هذا العدوان الإسرائيلي، اليوم تتوقف الواحدة تلو الأخرى عن العمل. بالتأكيد أقول لك، من يقرأ في قطاع غزة هذا القرار سيصاب بخيبة أمل شديدة وعميقة. ولكن بالأخير نحن ساسة ونحن ننظر إلى الأمور بأنه لا يمكن أن نعفي أحد من مسؤوليته، لا يمكن أن نعفي القمة العربية الإسلامية من مسؤوليتها، لا يمكن أن نعفي مجلس الأمن الملزم بحفظ الأمن والسلم الدوليين من مسؤوليته، لا يمكن أن نعفي مجلس حقوق الإنسان في جنيف من مسؤوليته، ولا يمكن أن نعفي مثلا الصليب الأحمر أو تلك المنظمات الإغاثية من مسؤولياتها. فلذلك الأمر ليس مجرد إحباط، نحن لا يمكن أن نركن إلى الإحباط فقط، ولكن نريد أن نحمل الجميع مسؤوليته. وأقول لك، إذا وجدت الإرادة فسيوجد العمل. نحن في هناك الفترة الثالثة تقول، وأنا أميز هذه الفترة عن جميع فترات القرار، لأنه القرار تركيبة القرار يقرر مطالبة كذا وكذا وكذا، ولكن الفترة الثالثة تقول يقرر كسر الحصار. إذا نريد أن نرى قرار 57 قائد ورئيس وملك من الدول العربية والإسلامية، كيف سيتم الإيفاء بهذا الموضوع؟ وأقول لك بأن هناك آلية موجودة حقيقة حتى في هذه الفترة، تتحدث عن فرض إدخال قافلات قوافل الى قطاع غزه، ونحن نتحدث عن دول لديها شواطئ، وعن دول لديها مطارات، وعن دول لديها معابر. نريد من هذه الدول بالتضامن وبالتكاتف ان تقف موقفا صعبا شكرا يحيي جزيلا. بهذا القرار الذي اتخذه القاده العرب نعم والمسلمين، وضحت وان الفكره. يتم الان وليس غدا كسر الحصار. أولا، نحن نتحدث عن ضرورة وقف العدوان وقف الحرب. ثانيا، نحن نتحدث عن إغاثة الناس، يعني وقف شلال الدم. وثالثا، وهذا ما أريد أن أشير إليه أيضا في القمة التي تحدثت بشكل كاف ووافر عن ضرورة العودة إلى جذور المشكلة. 7 أكتوبر يمكن أن يتكرر في 7 ديسمبر و7 يناير و7 فبراير نعم. إلى آخره، لكن الدرس الذي يجب أن يأخذه العالم أجمع هو أنه الشعب الفلسطيني لديه حقوق يجب أن يحصل عليها، يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير على أرضه، وينهي هذا الاحتلال الظالم الذي استمر 75 عام منذ النكبة و56 عام منذ النكسة ومنذ الاحتلال، يجب أن ينتهي حتى يتوقف هذا العدوان ويتوقف هذا وضحت الفكرة سيد التصعيد. سفير، يجب أن يعني شديد مع الأسف جذور المشكلة، للمقاطعة. وكان هناك دعوة صريحة وواضحة لعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن
نعم من أجل نعم علاج جذور هذه المشكلة. فإذا شكرا نحن شكرا لا جزيلا يمكن السفير يعني أن مهند العكلوك مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية، كنت معي عبر الإنترنت من القاهرة.